الرياض تشهد حفلاً مميزاً لكبار نجوم العرب. ليلة الموسيقار محمد الموجي تضم ألمع نجوم الوطن العربي. شيرين وأنغام سيجتمعان في حفل واحد منذ سنوات. خلال الأيام المقبلة ستشهد الرياض حفلاً كبيراً يضم 8 مطربين من الوطن العربي. سيقدمون أغاني مميزة للراحل الموسيقار محمد الموجي. الحفل سيقام ضمن فعاليات تقويم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، وذلك في منطقة بوليفارد رياض سيتي. من المفترض أن يستعرض الحفل أشهر أعمال الملحن المصري الراحل. ظهور شيرين عبد الوهاب ضمن نجوم الحفل على الملصق الدعائي كان مفاجأة لجمهورها، خاصة وأنها تعتبر أول مردود للصلح بين شيرين وشركة روتانا. سيجمع هذا الحفل أنغام وشيرين عبد الوهاب بعد سنوات طويلة، وأجمع الجمهور على حماسهم بهذا الخبر، خاصة وأن الحفل سيجمع صوت مصر أنغام وصوت إحساس العرب شيرين عبد الوهاب. يضم الحفل المقرر إقامته في 4 مايو الجاري عدة نجوم، فبجانب أنغام وشيرين سيتواجد عباد الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، والجسار مي فاروق وزين عماد. الهدف من هذا الحفل هو الاستمتاع بليلة طربية مميزة تضم أجمل أغاني محمد الموجي. حفل الموسيقار محمد الموجي هو امتداد لنجاح الليالي الفنية التي سبقت، مثل ليلة صوت الأرض وليلة ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة وليلة من الماضي الجميل وغيرها من الفعاليات الفنية التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.